السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، كنتمنى كلكم تكونوا لاباس ان شاء الله. تشوفوا الفيديو تكونوا على خير وبخير. بصراحه اليوم جيت باش نهضر على واحد الظاهره اللي ولات كنشوفوها بزاف 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 يعني، وحتى شي واحد ما قدر يقول هادشي هذا واش نورمال ولا ماشي نورمال، يعني واش هادشي طبيعي ولا لا. هو بيان سور ماشي طبيعي، ولكن كلشي الناس كيشوفوه ساكتين. المهم كنتمنى تشجعوني وتكونوا تشوفوا الفيديو ديالي وديروا معكم ابوني، ديروا لي جيم اللي عجبو الفيديو، لاشين ديالي هي ملك باري. المهم جيت نهضر على واحد الظاهره اللي هي ولات بكثره بكثره بزاف، وكنشوفوا هادشي هذا في الانترنيت وكيجينا ولا كيجينا عادي، يعني الراجل بحال المراه، يعني الراجل بحال المراه، وما كاينش اللي زعما خرج يهضر ولا شي واحد اللي يقول يعني علاش الظاهره ولات هكا بكثره. ولينا كنشوفوا الراجل يعني كيشطح، يعني كيحزم كيشطح بحال المراه، كيدير المكياج يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يعني وصلنا لواحد كنا كنسمعوا بها شحال هادي كنقولوا راه واحد الوقت غادي يجي الراجل يكون بحال المراه والمراه تكون بحال الراجل، ولكن كان كيجينا غير ضحك وما كنعطيوش داكشي اهميه، يعني كنقولوا هادشي هذا ما يمكنش، ولكن هادشي يمكن. ولينا كنشوفوه بكثره يعني، ولاو الرجال يحزموا يشطحوا حسن من العيالات، يعني حسن من ديك الرقاصات اللي هما بعد شحال خسروا ديال الفلوس باش يقدروا يكونوا راقصات. ولاو المغاربه يعني ما غاديش، يعني المغاربه يعني العرب ماشي غير المغاربه، يعني العرب كتلقاهم سعوديين كتلقاهم تونسيين كتلقاهم جزائريين كتلقاهم مغاربه. يعني هاد الظاهره ديال الراجل كيشبه بالمراه، يعني ما فهمتش يعني، والناس كيشجعوه وكتلقى العرس والناس خدامين كيصفقوا له وهو جالس كيشطح ومحزم. انا ما فهمت حتى شي حاجه، والله العظيم ما فهمت حتى شي حاجه. يعني لما كنشوف هذيك كنشوف هذا الفيديو داير بحال هكا بصراحه راه كنتشوكا، يعني كنتعصب كنولي ماشي مزيانه، ولكن كنشوف كاين الناس بعقلهم ورجال وعيالات وجالسين كيصفقوا لهاد السيد هذا هو اللي جالس محزم كيشطح. يعني واش الظاهره هذه كانت في الوقت ديال جدودنا ولا غير اليوم اللي راه هادشي ولينا كنشوفوه؟ شي حاجه ولات كتخلع. وعاد يعني السيد فرحان براسو داير المكياج ولا كاين في الحجبان، يعني كتلقى الراجل تشوف تقول ما شاء الله، ولكن ملي تشوف الكماره ديالو بصراحه كنقول الكماره ديالو بهذه الطريقه هكا، يعني كمرته يا ربي سلامه مزوقه راجع بحال شي بوبويا، يعني هل داير في وجهه كثر ما دايره المراه، يعني المراه اللي راها موجده وما شار واحد العرس ومقاده راسها راه ما دايراش الفضيحه اللي دايرها هاد السيد هذا. واش هادشي هذا سي نورمال؟ يعني واش هادشي هذا طبيعي؟ وكيفاش كتشوفوه نتوما اللي راكم كتجلسوا في واحد الفرح وكيدخل الراجل يشطح وكتبقاو تشجعوه؟ يعني واش ما كتحشموش على راسكم؟ واش كيجي لكم داكشي يعني شي حاجه كتفرح؟ يعني لما كتلقى الراجل محزم ودير المكياج ومربي الشعر وكيشطح واش كيجي لكم عادي؟ هادوك الناس اللي كيحضروا في واحد العرس وكيمشيو، يعني واش داكشي كيفرحكم؟ ما كتشوفوش هادشي هذا راه سخط الله علينا؟ يعني ما كتحاولوش تقولوا عودي بلا مشتراجيم، يعني كتلقى الراجل ولا المراه بالفولار والراجل يعني لابس وهذا وهو جالس كيصفق لهاد السيد هذا وكيضحك ويصور وكيحط له الفلوس، يعني واش ما كتحشموش على نفسكم؟ يعني سي نورمال هاد السيد هذا غدا راه غادي تشوفوه لابس لاغوب عريان، يعني وداير حوايج اللي كيديرهم داك الراقصات اللي كيخسروا الزباب الفلوس على داكشي، وهكاك يعني غادي بروح رياض انتما كتشجعوا هاد الانسان هذا وكتزيد تدخلوا معاه مخشعين معاه كتصفقوا حتى انتما فرحانين ما حاضرينش كاع ما على بالكم. واش ما حشمتوش على راسكم؟ انا بصراحه والله العظيم في بلاصتكم كنحشم، ما عرفش سبحان الله واش هادشي زعما واش هادشي داخل في الدين ديالنا ولا عاد دخلوه غير اليوم. انا ما فهمت والو والله. الراجل كتلقاه قبل ما يمشي للعرس جالس كيدير
يعني المكياج يعني كينت في الحجبان ديالو كيقاد مي من الرجلين ديالو كيحسنهم ولا لو عالم يعني كتشوفو يعني كيفاش لابس المزير ويزيد في الاخر يعني لما يجلس يشطح هكا وحنايا كنشجعوه وجالسين كنصفقوا له وعجبنا الحال. واخوتي انا شان نقول لكم انا بصراحه والله العظيم انا كنشوف ماشي سي نورمال لا تحشتا حاجه طبيعيه الله ما يعطينا الشتاء من حيت على الفعل ديالنا راه ربي عشان نقول صفر الله راه يعني هادشي علاش عطينا هاد الشمس هادشي علاش عطينا الشتاء ما تطيحش. كنشوف الفرق ما بين الدولة العربية وما بين الدولة كما قال اخر اوروبيه كتلقى الفرق بزاف هما يلي هو الدين ديالهم كيقول هادشي هذا ما دايرينش هاد الفضيحه اللي حنا دايرينها قسما بالله ما دايرين هاد الفضيحه اللي حنا دايرينها يعني كاع الحوايج الخايبين تجمعوا في العرب على الزعمه واش الاسلام ديالنا كي 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 كيقول هادشي هذا راه حلال هادشي هذا راه مزيان. انا بصراحه كنشوف حنا ساكتين اي حاجه كتوقع وكنسكتوا كنسدوا فمنا وكنسكتوا وغيروا شويه على الدين ديالكم وكونوا شويه شجاعين يعني باش تقدروا تخرجوا شي حاجه وشي حاجه زوينه اللي تفرح وشي حاجه اللي زوينه اللي تضد بها الدول الاخرى وانتم كتخرجوا غير الحوايج اللي تبهدلوا بهم راسكم. يعني اللي دار شي حاجه راه لا اله الا محمد رسول الله دير حاجه زينه اخويا بلاص ما تجلس تشطح تمايا وتعوج النص ديالك على الناس راه حشومه كاينين داك الفرح هذا كيكونوا فيه عائلات اللي محترمين. راكم بهدلتوا بصراحه في الدول الاوروبيه كيشوفوا العرب كيديروا هاد الحوايج هكا والله العظيم ما كتحشموش على عرضكم والله ما عندكمش شي حاجه سميتها ريحه الحياه لا اللي كيدير داكشي ولا اللي كيتفرج داكشي. بصراحه انا نقول لكم لا ما عندي ما ندير بوجهكم بصراحه ما عندي ما ندير بوجهكم نقول لك الله يعطيني وجهكم ولكن ما عندي ما ندير به الله يخليكم فضيحه ان شاء الله ما تعرفوا حتى نتوما العاقبه ديالكم باش غادي تجي ان شاء الله ربي يعطيكم شي حاجه اللي على قد نيتكم. هذا ما نقول في الفيديو هذا راني انا هضرت غير على هاد الرجال اللي مشبهين بالعيالات والناس اللي كيصفقوا لهاد الشكل هادو بحال هكا والله كتلقى السيد جالس معاك تحسب عليه مرا والهضره والتعواج خلينا من هادوك اللي ما هما هكا حنا كنهضروا على الراجل يعني راجل ولكن في نفس الوقت كيدير الحركات ديال المراه اللي كيمشي بالنسبه للظهر اللي ولات كيشطحوا ولا كيلبسوا حتى هما كيديروا الساك يعني السويك هكا السويك فوق الكتف ولا معلقينه هكا راه حشومه راكم بهدلتوا بينا والله العظيم راكم بهدلتوا بينا. وعلاش خارجين دابا كتطلبوا ربي يعطيكم الشتاء على ما كتحشموش على اللي كديروا علاش الشتاء لقات على ما نطيحش الشتاء كطيح غير على البكمه والناس المؤمنين الناس اللي كيخافوا الله الناس اللي كيامنوا باللي الله سبحانه وتعالى وكاين الحلال وكاين الحرام يعني كاينين شي حوايج بصراحه اللي نتوما خلطتوهم الدين ديال الكور ديتوه دينكم رجعتو ما كتخافوش الله ربي يخلصكم. المهم انا هدرت في هذا الفيديو هذا هدرت على داك الشكل من حيت ما بقيناش نقدروا حتى في التلفزيون ما بقيناش نقدروا نشوفوا يعني الدول الاخرى كتحاول تقاتل باش يصنعوا شي حاجه ويخرجوا شي حاجه وحنا ديالنا كيتعاندوا باش يكون الراجل كيتقن الدور ديال المراه ولا كيدير شي حركه ديال المراه ولا الله اعلم يعني شي حوايج ولينا كنشوفهم كيخلعوا كل مره كتوقع شي حاجه كل مره كيخرج لنا شي واحد عريان ولا شي واحد ما عرفت فين كيشدوه حتى لشي كيكون شي احتفال ولا شي راس سنه ولا شي حاجه وكيخرج لنا شي واحد مبهدل هكا محشم براسو محشم كاع بالناس اللي دايرين به وكيبدا في الاخر يقول لك انا ولد فاميليا وانا بهدلت بعائلتي وانا بصراحه كنحكمي عليكم والله العظيم حتى نحيد لكم الراس ديالكم اللي خارج لي هكا بسوتيام غورج هكا كدور اش من اسلام هادي اش من دوله ديال الاسلام هادي شنو اش من دوله ديال التخربيق هادي راكم غير كتخربقوا والله العظيم ما فيدكم والو والله
انا كنحشم الماء كنشوف الماء كتوقع شي كارثه ويشد شي واحد هكا مبهدل ماذا كل مره شي واحد كيخرج لنا عالي كيهضر بحال الفم عالي كي يدير المكياج هالي خارج عريان. انا والله العظيم انا بديت كما قال اخر بديت كنتعصب واخا بلادي مي وماشي غير ماشي غير في الدول في الدول عند المغاربه راه كاين حتى في الدول الاخرين. فيما كانت سبحان الله شي دولة مسلمة كتلقاها مضروبة برطل يعني فيما كان شي دولة ديال الإسلام كتلقاهم هما أكبر واحدين مخربقين كتلقى عندهم مئات حاجة ولكن غير ديال التخربيق ما يقدروش يزيدوا في حياتهم شي حاجة زوينة ويديروا شي حاجة في الحياة ديالهم اللي الناس الدول الأخرين غيروا منهم ويحسدوهم عليها. لا إحنا كنديروا غير داك الشي اللي لا يحمي العقبة. واش ما كفاكم تشوفوا الدول الأخرين أش كيصنعوا أش كيخرجوا وحنا اللي كيصنع شي حاجه اللي كيصنع كيدير راسو صنع شي حاجه راه كتلقاه خارج يعني بشي حاجه اللي مخرجها جديده شي قانون اي راه ماشي حاجه كتشبه العيالات اما شي حاجه اللي ما كتشبه لا العيالات لا الرجال سبحان الله. ان شاء الله ربي ينتقم منكم في هذا الفيديو. انا تعصبت لما كنشوف هذه المظاهر كنقولوا واش كنتسناوهم يحشموا على عرضهم كنتسناوهم يخرجوا شي حاجه اللي فريمون يقولوا وحشومه راه حنايا رحنا عيقنا لا من المسؤولين ولا من الناس اللي الشعب كلشي ماشي مقلوب كلشي ماشي مقلوب والله العظيم كلشي ماشي مقلوب واليوم كيطلبوا الشتاء لقات بعدا على من طيح عندكم ولا غير كتهضروا راه ما بقات على من طيح الله يطيح عليكم بق ان شاء الله. المهم انا تعصبت في هذا الفيديو هذا بس حاجه طبيعيه احنا كنشوف احنا عايشين في بلاد الكور وكنشوفهم كيفاش محترمين كنشوفهم احنا ديالنا غير بدا يدخل الحال شويه بدا يعري حوايجهم صافي ولا عندهم كل شيء عادي. راكم نتوما فتو هذيك الكلمه ديال علامه الساعه راكم فتو الساعه. المهم في هذا الفيديو هذا انا ماشي شغلي اللي هذا يعني في هذا الفيديو هذا انا هضرت على داك الناس اللي هما بصراحه ما كيحترموش كاينين عائلات وكاينين وهما كيخرجوا كيقول لك انا حر انا عندي الحريه ديالي ماشي شغلك فيا الذات ديالي واخويا انت الذات ديالك هذيك وسير شي ارض كحله طلع لشي صحراء وتهرى ولكن الدوله اللي كتعيش فيها راه دوله الاسلام. كاين اللي كيقول لك انا ماشي شغلي في هذاك من حيت هذاك والدين ماشي هكا الدين ماشي هكا وانت شنو داير في الدين راه ما داير حتى شي زفته شنو زعما كتعرى على الناس صافي راك سحبتك وصلت راه الشكل ديالكم ما عمرهم ما غادي توصلوا. المهم انا درت هذا الفيديو هذا وكملت من حيت ضرني خاطري لما كنمشيوش على التلفزيون وكنشوفوا السهره فيها الناس في شكل يعني ولينا يا ربي السلامه ما نقدروش نشوفوا التلفزيون في الانترنت داخله كثر وكثر ولا ما كتلقاش تبهديله كتلقاها فيها اغلبيه اما مغربي واما سعودي راكم بهدلتوا بينا والله. السلام عليكم.